شكرا لكم كإعلام هادف ونزيه ومستقل كتابعوا هذه القضية الحقوقية الوطنية اللي صارت الآن كل بيت مغربي إلا وكيعرف قضية السيدة حبيبة زين الملقبة بالمرأة الحديدية. هذه المرأة هذه معتقلة اعتقالا تأسفيا واحتياطيا لمدة أكثر من 14 شهر والمحاكمة مازال ما انطلقت. التمسنا من المحكمة وسائل إجراء تحقيق علني بالجلسة، التمسنا إجراء خبرة على محاسبة الشركة، التمسنا إجراء خبرة ديال الزور لتحكم الزور من الوثائق المدلى بها، التمسنا استدعاء المشتكي، التمسنا تمكيننا من جميع الوثائق الملف. جميع الطلبات ديالنا في هذه المحكمة تواجهوا برفض الطلب، حتى سميتها أنا محكمة رفض الطلب. لا أحد يلتفت لحقوق، لا أحد على مسؤوليتي يلتفت لحقوق السيدة حبيبة زيلي. المحكمة موجهة المنظار ديالها كلها للمشتكي، تصور غير الاستدعاء ليه قالت لنا تأجيل البت، وفي الحيثيات كتقول لنا الطلب غير مجدي، وإما إذا كان الطلب غير مجدي عرف الطلب شو واحد التناقض. التمسنا الصلاح المؤقت لهذه المرأة وكنغوتوا لأن فينا واحد الإحساس بالعدالة وبأن هذه السيدة مظلومة. قلنا بصوت مرتفع نعم للعدالة، نعم لحقوق الإنسان، نعم لحقوق الدفاع ذات السيدة هذه. حقوق الدفاع في هذا الملف غير مصانة ويتم العبث بها لمصلحة المشتكي وشركاته. الموكلة ديالي وولادها تم الحز على جميع الممتلكات ديالهم، والحز على الممتلكات راه ضمانة، راه كافي كضمانة. رغم الحز على الممتلكات بقرار ديال العقل، رغم متابعة، ماشي غير المتابعة، هي راه متابعة في هذا الملف، ونفس الملف فرقوه على 7 في الابتدائية، لأن المحكمة الابتدائية باش نعطيكم الخلفيات، محكمة ابتدائية ما اعتقلوهاش قاضي التحقيق ولا النيابة العامة، فجات المحكمة هنا باش تعتقل، جمعوا 7 الملفات الابتدائية، جمعوهم في ملف واحد جنائي، وهذا ما راه كاين القاعدة، لا يجوز متابعة شخص من أجل نفس الفعل مرتين. الموكلة ديالي ولادها قدموا عشرات الشكايات ضد المشتكي وشركاته، لا يتم البحث معه، لا يتم التحقيق معه، لا يتم محاكمته. هذا المشتكي والشركات ديالو فوق القانون لأنه كيقدموا هنا كفاعل اقتصادي، ورشتوا الحكم كيشكر المشتكي. واش عمرك سمعتوا؟ هل سمعتم يوما أن هناك حكم يمجد المشتكي كيقول لك هذا راه فاعل اقتصادي، راه كيوظف رؤوس أموال كبيرة، كيوظف مجموعة العمال، هادشي شنو علاقته بالمحاكمة؟ راه أصلا القاضي خصو ينظر الأطراف بمنظار موحد وفي توازن مساواة، ما كاينش المساواة في هذا الملف. أي طلب درناه هذه محكمة رفض الطلب، جميع الطلبات ديالنا ترفض ولو كانت بسيطة. السيدة 14 شهر ولا يتم النظر في حقوقها، ومعتقلة اعتقالا تأسفيا لخدمة المصالح ديال المشتكي لأنه فوق القانون وكيتمتع بواحد المركز امتيازي فوق القانون. وراه المحكمة دلينا بالمحكمة الوثائق، مجموعة جداول كتبين أن مجموعة ديال مجموعة الأطراف عندها علاقة بالمحاكمة خدات الرشوة، خدات هدايا ومساكين وغير ذلك، ودلينا بالأسماء ودلينا بالأطراف. وعلاش هاد السيدة كتحاكم؟ هاد السيدة كتحاكم لأن هناك واحد العصابة إجرامية كدير غسيل الأموال، كدير التهرب الضريبي، التهرب من الجمارك، استغلال واحد المشاريع الاجتماعيه للسطو على الاموال، ويراد يعني تحميل المسؤوليه الجنائيه اللي كيتحملها المشتكي والشركات ديالو، يريدون تحميل المسؤوليه للموكله باعتبارها كانت كاتبه خاصه لا مسؤوليه لديها. هذا المشتكي هذا ارتكب جرائم، راه موضوع شكايات للاسف لا تحرك، لو تم التحقيق فيها لتم اطلاق سراح الموكله. ما يمكنش واحد يخسرس اموال ديال الشركاء ديالو، ديال الضرائب، ديال الجمارك، ديال الدعم الاجتماعي، وفي عوض ما يتحاسب عليها يحمل المسؤوليه للمشتكي، يحمل المسؤوليه للمتهمه لكي لا يتحمل الاثار الماديه، اما امام المؤسسه، اما امام الادارات، اما امام الدوله، اما امام الشركاء ديالو اللي عندهم شكايه بالاختلاس. السيده ديالنا يراد الباسها تهما وجرائم ليس لديها يد فيها لا من قريب ومن بعيد. السيده مظلومه، كتحاكم بالفوتوكوبي،
كتحاكم بوثائق مزوره. قلنا للمحكمه اليوم ها الشركات اللي شاكين بينا شركات مزوره مستنسخه، بل بعض منها انه شركات وهميه، وحكم على المشتكي. الحمد لله راه سررنا ان السي الحموشي والسي عبد النباوي داروا واحد البحث في واحد العصابه كتزور المحاضر الشرطه القضائيه، وتم في ذاك اليوم اول يوم كيتعقد الجلسه نهار السبت، وهذوك المتهمين الابرياء تم اطلاق سراحهم في مقابل متابعه والتحقيق مع المتهمين. كالتمسوا كما وقع في هذا الملف ديال الشرطه القضائيه اللي زوروا المحاضر، كالتمسوا انه يتم اتخذ نفس الاجراء في مواجهه المشتكي، تحقيقوا معه ومتابعته ومحاكمته ليتبين لاجهزه السلطه القضائيه على ان هذه المعنيه بالامر مظلومه، والمتهم الحقيقي والجاني الحقيقي هو المشتكي، هو شركاته الوهميه والاجراميه وليس الموكله ديالنا التي هي بريئه من الجريمه. هي تناشد العداله، وقد نقلنا مناشدتها للمحكمه، راه هي بين الحياه والموت، راه دخلت في اليوم الخامس على الاضراب وهي مهدده في حياتها، ونناشد السلطه القضائيه والاجهزه ديالها تدخل باش دير واحد البحث واحد التحقيق في هذه المحاكمه هذه وفي هذه المظلوميه هذه اللي كتنقلها هذه السيده، قبل راه نقدروا واحد النهار نلقاوها ماتت. وغنحملوا المسؤوليه السلطه القضائيه، وغنحملوا المسؤوليه هاد الناس اللي زوروا وقادوا المحاكمه ضد المعدوان. وشكرا لكم.